السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار تي في، وكذلك جياسكا اخبار التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد على اخبار شبيبه القبائل. حصريا يعني ماتوتي يسجل هدفه الرابع ويواصل التاكيد، يعني جاء بنيتي إجراء التجارب مما نال استغراب أنصار الشبيبة، خاصة وأنهم كانوا ينتظرون أسماء أجنبية رنانة معروفة في الساحة الإفريقية. وسجل هدف الفوز لشبيبة القبائل، يعني شبيبة القبائل هدفين مقابل هدف للنادي الإفريقي. الشبيبة تختم تربصها بتونس يعني بفوز ضد النادي الإفريقي بنتيجة 2-1. سجل في هذه المباراة كل من المدافع سوياد والمهاجم الغابوني ماتوتي، والذي يؤكد مرة أخرى أنه يستحق منح الفرصة في المشاركة كأساسي في المباريات الرسمية. صراحة كان قمة يعني في اللعب، كان رائع جدا، يعني هو صاحب 20 سنة يتألق في تربص تبرقة بتسجيله 4 أهداف لحد الآن، سيكون أحد أبرز مفاجآت البطولة. سريعا على الرواق ويراوغ بسرعة كبيرة، كما أنه دائما يتخذ القرارات الصائبة داخل منطقة العمليات، ويحسن يعني صراحة التمركز. صفقة رائعة جدا تعود بالفائدة لشبيبة القبائل الرياضية والمالية صراحة مستقبلا، وأنه أمضى ل4 مواسم في انتظار الحكم النهائي عليه في المباريات الرسمية وبداية البطولات الوطنية. نتمنى إن شاء الله منكم أنتم كجمهور شبيبة القبائل تعطيونا الآراء تاعكم في التعليقات، وفيدونا إن شاء الله بالآراء تاعكم.